مشاهدي شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر بعنوان توقيف 3 أشخاص يشبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. جاء في مضامين هذا الخبر: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري من توقيف 3 أشخاص يشبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. قد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى الشريط الساحلي بضواحي مدينة الجديدة، حيث مكنت من ضبط المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس من محاولة تهريب شحنة تتكون من 17 رزمة من مخدر الشيرة بلغ وزنها الإجمالي 629 كيلوغراما، فضلا عن حجز سيارة نفعية و 17 حاوية تضم كميات متوافتة من المحروقات. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم موقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. المشاهدين كنتم معنا في هذا الخبر بعنوان توقيف 3 أشخاص يشبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.